ايضا عندي ابو صقر، حصلوا لي ابو صقر يا شباب، احد يسمعني كنترول؟ يقولون ابو صقر يقول اوجه رسالتي الى لجنة السيد احمد ابو رغيف، بعد قيام المجرم كذا بقتل والدي ورميه بالرصاص امام انظارنا نحن عائلته، وقام بالتكبير بعد اطلاق النار عليه في عامرية بغداد قرب سوق بغداد سوق العمل الشعبي، وعبر واسطات بعض الضباط المرتشين وتزويرهم بتقارير تثبت انه مختل عقليا، وقاموا بالافراج عن المجرم وقاموا باختطافي في حي الجهاد لاني قمت بدعوى قضائية، وقاموا بكسر انفي مجلس القضاء الاعلى المكتب الاعلامي كذا. هذا مناشدة ابو صقر، يقول انا بشاربك ابو النخوة، انا بشاربك ابويا جوا التراب، هذا داعش ينقص يطلع من سجن برشوة. شوفوا لي ابو صقر اسراء. ابو صقر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ نجم. انت هاي القضية قضية والدك المقتول الله يرحمه. انا احمد تحسين ابن الشهيد المغدور. احمد تحسين. انت الان انت الان شنو الاثباتات اللي عندك انه مثل ما توصف الضباط مرتشين؟ الاثباتات اللي عندي قتل والدي ب 2015/27/4 سجلت من الرمادي وقتلوا ببيوتهم قدامي رحت جت القوة اللي يعني بمعنى القتلة شفتهم؟ اي نعم قتلة هم ببيوتهم، احنا قاعدين سجرنا يمهم فتحوا لنا بيوتهم قعدنا يمهم اول يوم، ثاني يوم ابويا سب داعش وغلط على داعش. اي هذه اي سنة؟ 2015/27/4 الساعة بالعشرة الظهر. اي كمل القصة. اي قام احد المجرمين ستار عبد كردي قام بالتكبيرات على والدي امامي وامام انظار العالم والقصاب قدامهم الدنيا كلها شافته. اي ايه فاحنا ناشد السيد الكاظمي احمد ابو رقيب انه يتدخل بهاي الوضعيه، زين اخذ الحكم مالته 406 على واحد طلع من عنده انه هسه انا مخبل والله ما مستهني شنو يدعيك وما شنو الطلبه هاي. الان هو القاتل وين ستار عبد كريدي؟ القاتل هسه حاليا بالعامريه، انا رفعوا علي دعوى ارهاب، قمت بدعوى بالاجرام الرمادي، طلعوا بالاجرام الرمادي ضمن الاوراق التحقيقيه مال مستشفى الرشاد مال المجانين. زين هو اثناء الدعوه من السجن نعم النقل المستشفى الرشاد؟ نعم نقلوه واخذ الحكم مالته ورا اسبوع ميزوا الدعوه واخذوه للرشاد، رفعوا علي حطوا محامين. هو انحكم؟ نعم انحكم؟ انحكم اي وراها شو طلع النوب طلع 406 على واحد وطلع من الحكم مالته طلع انه مقبل سووه. زين انت يا احمد نعم. شلون تثبت انه هذا القاتل حسب ادعائك انه ما مختل عقليا؟ نعم. شنو اثباتاتك الان؟ والله العظيم ما مختل عقليا، يشتغل التاكسي هسه عينه حاليا يشتغل تاكسي يشتغل تاكسي يودي اهله يودي عائلته للتاجي، هذا مختل عقليا استاذ نجم. والله يا اخويا والله انا حرت والله بزماني يا صحبتي، احير بولفي لو احير بدمعتي. الله ونعم الوكيل، وين القانون وين الحكومه؟ انا الاستاذ الكاظمي مو تفجر بيته، ليش ما يبوا على هاي العالم اللي احنا مظلومه؟ ما يقول هذول العالم مظلومه وخلي نشوف هاي العالم المظلومه، هي هاي العالم اللي انظلمت من وراء هذا الاشخاص اللي هيك تدمروا العراق ودمروا الدنيا ودمروا الاسلام كليته. والله عصابه داعش، والله تنظيم القاعده هو. دزيت لك صورته انه ب 2007 شلون يسلب سيارات. يا اخوان بالمجلس القضاء الاعلى، انا احترم جدا القضاء العراقي واقدر الجهد الكبير خلال سنوات الارهاب للقضاء العراقي، نعم هنالك خفوات هنالك ثغرات، هاي الناس من تطلع اسمعوها، يعني اتمنى من مدير مكتب الاخ فايق زيدان، الصديق القاضي ستار بيرقدار، الاخوان بالانبار بالمحاكم الجنائيه المختصه، اتوسل اليكم اسمعوا الناس. نعم احمد.
استاذ نجم انا هسه من رفعت عليه دعوه بالرمادي قام علي الدعوه ارهاب، انا سجنت صدر عليه مذكره امر قبض ارهاب، انا ابن الشهيد صدر عليه مذكره امر قبض ارهاب، ليش فر علي منو الدعوة؟ صدر عليك امر شنو هو فر علي وعلى عمي، علي وعلى عمي ياسر علاوي نعم اي يعني فوق ما قتل ابويا، فوق ما خطفوني، فوق ما الله هجم بيتي يرفعون علي دعوه مذكره امر قبض ارهاب. انت ايش تشتغل احمد؟ انا اشتغل سباك مي ومجاري. ابوك الله يرحمه كان يشتغل؟ يشتغل ياخذ مقاولات تاسيس مي ومجاري، واخذ المستشفى مال صدام مال الرمادي تاسيس مي ومجاري. ماشي يا احمد. انا هاي القضيه امام انظار القضاء وامام انظار السيد رئيس الوزراء وامام انظار الراي العام. هسه انا هذا الرجل ايش قد اكو دقه للمعلومات، لكنه الحرقه اللي يتحدث بها يعني هذا ابوه مقتول ويقول انه هذا اللي مختل عقليا الان سايق تاكسي. هسه انا بعد مني اللي يثبت الحق ما ادري.